في البداية كانت تعقد قمم المجموعة على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية، ولكن زادت أهمية المجموعة مع الأزمة المالية في عام 2008، حيث ولأول مرة في تاريخها اجتمع رؤساء الدول والحكومات ليصبح عقدها سنوياً على مستوى رؤساء الدول، ويتناوب الأعضاء على منصب الرئيس سنوياً فضلاً عن مشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. تبلغ المساحة الإجمالية لدول مجموعة العشرين 76 مليون كيلو متر مربع، أي 59% من مساحة العالم، ويقدر عدد سكان مجموعة العشرين 4.6 مليار نسمة، أي 61% من سكان العالم. في عام 2019 بلغ الناتج الإجمالي لدول المجموعة نحو 69 تريليون دولار، يمثل 78% من الناتج العالمي، أي أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، و 75% من التجارة العالمية، وحوالي 70% من سكان العالم.